مرحبا شباب صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم مثل ما وعدتكم حنروح على مدينه ثانيه. هونيك حنشتري الكمبيوتر او اللابتوب من واحد عم ببيعه مستعمل. اللابتوب منه كتير يعني بروسيسور ولا فيديو كارت ولا شيء، بس يعني احسن بيضلوا من التليفون للشغل على تظبيط الفيديوهات. ويلا هلا نصوركم الطريق والمسافة ونفرجيكم بس لنوصل لهونيك، لأنه هدول الأشياء الجديدة حفرجيكم إياها. وصلت على المنطقة الثانية المفروض نلتقي فيها بالشاب. مثل ما شايفين هلا بده تقريبا شي 5 دقايق الباص ليوصل، وانا هلا عم بستناه. ومثل ما بتعرفين نوصل لهونيك ومنفرجيكم شو في بالمنطقة حدو. الباص ومنشوف رايحين لعنده، تقريبا في 3 4 دقايق مشي. اسمه جالاكسي بوك 2، طبعا هذا منو اجدد اصدار، ولكن اللابتوب الصراحة حلو كتير يعني، يعني بيقدم لي كل احتياجاتي الشخصية حاليا، كل شي محتاجه بقدر اعمله بهاللابتوب. كور اي 3، قلت لكم انه منه بروسيسور عالي ولا فيديو، ما في فيديو كارد، ولكن يعني اوفيس ورك سيرفينج ستدي بعتقد بكفي لي، بعتقد هالشي كافي. عندنا الكمبيوتر وهلا عم بستنى الباص. العالم كانوا كتير محترمين صراحة، هن من سكان هنغاريا، صار لهم تقريبا شي 20 سنة هون عايشين. حكوا لي قصتهم الصراحة، يعني تجاربهم، يعني حلو الواحد يستفاد من تجاربهم. حكوا لي عن كثير قصص، عن ان كانت العنصريين الالمان، وكذا كانوا انه الالمان مغرورين وشايفين بحالهم، بس يعني فينا نستنتج من كلامهم انه هيدول الناس اللي عم يحكوا عنهم هن بالاساس ناس قديمه بالعمر. يعني سالتهم قديش اعمارهم هدول الناس، يعني كله بالسبعينات وبالثمانين وستين، يعني ناس كبيره بالعمر، يعني منا عندهم تقبل للاجانب، ما عندهم انفتاح للناس الغريبه، يعني مثل اي، يعني اي دوله كانت ايام زمان. هلا بهالزمان وبهالوقت صراحه الانفتاح على العالم والاجانب ما مثل قبل بقى، فيعني ما فيني اخذ كلامه 100% انه الواحد لازم يعتبر انه هون كله عنصريين، غير صحيح، لانه انا من تجربتي الشخصيه الصراحه ما حسيت بالعنصريه مثل ما هن عم يقول. في عنصريه طبعا موجوده، يعني ما بتخلى الدنيا، بس يعني ما مثل ما هن وصفوا لي اياها ومثل ما هن حكوا عليها. وبالنهايه الناس هن كثير الصراحه محترمين، وما شفت ما شفت منهم شيء سيء الصراحه. عزموني حتى على نشرب معهم كاسه فودكا، قلت له انا ما جاب لي اشرب ولا بدي اشرب هلا. فقعدنا حكينا كثير وتسلينا وتحدثنا، وحتى يعني اللابتوب انا شاريه برخيص منه، يعني تقريبا نص حقه اذا جديد، ومنه مستعمل يعني لسه جديد، كانه جديد لسه مستعملينه وشارينه من شهرين ولا ثلاث شهور تقريبا. ف I got lucky، يعني محظوظ انا بهالشريه الحمد لله. ف حابب كثير ارجع للبيت وبلش الشغل عليه، ف I can't wait. فأتمنى لكم نهار حلو. شو بدكم بالعالم؟ في عالم تجاربهم سيئة، ناس عاشت بزمن منو زمننا،
فما تسمعوا لكتير اشياء وعيشوا الحياة واستمتعوا، ودايما تعلموا من تجاربكم ومن تجارب الغير طبعا. بس يعني الواحد يفهم كمان انه في الزمن هلا تبدل وتغير، بطل مثل قبل. ويلا بشوفكم بس لأوصل على البيت.